الموجز الرابع عصرا يأتيكم من قناة الدوري والكأس في قطر، أهلا بكم. سحبت في مبنى جريدة استاد الدوحة قرعة بطولة قناة الدوري والكأس الرمضانية الأولى لكرة القدم بحضور ماجد الخليفي مدير البطولة، وقامت اللجنة المنظمة بتقديم شرح واف عن نظام المسابقة، وقد ضمت المجموعة الأولى لوسيل واللقطة والعطورية والرفاع. أما المجموعة الثانية الضعاين والسافلية وأم شبرم ولوبرا. أما فريق قناة الدوري والكأس فوقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الغشامية والشقاب وعين خالد، وجاء في المجموعة الرابعة فريق بنك قطر الوطني والخرسعة وبوسدرة والعداد. وتنطلق البطولة في اليوم الأول من شهر رمضان وتنتهي في 18 من الشهر ذاته. واضح مؤشرات النجاح الصراحة بدأت من اليوم، وقبل اليوم اللي هو في عدد الإقبال الفرق المشاركة اللي وصل حتى الآن 67، تم فرزهم إلى 16 فريق. اليوم شفنا مدراء الفرق 16 فريق حضروا كلهم، شافوا القرعة. القرعة طبعا كانت سلسة وسهلة، هي عبارة عن توزيع الفرق 16 فريق على أربع مجموعات، كل فريق فيه أربع فرق. المجموعة الواحدة فيها مباريات عبارة من دوري من دور واحد، ومن ثم خروج المغلوب في الأدوار التالية. والله احنا جاهزين يعني، ولو تدري من يمكن شهرين يمكن لعبنا بطولة ودية داخل منتدى قطر فوتبول، سوينا منتخب من هالبطولة وإن شاء الله راح ندش للمنافسة إن شاء الله. والله اللعيبة اللي عندنا كلهم لعيبة قدامة، يعني تقريبا لعيبة المنتخب القدامة كلهم موجودين، يعني مثل عامر الكعبي، زام الكواري، صلاح الملا، جاسم التميمي، يعني تقريبا كلهم في الفريق، يعني عبد العزيز حسن، كلهم موجودين يعني.